كسبوا سكوره ديال التكوين عبر التدرج في مياه الكهرباء. عرف اليوم حفل التخرج وتسليم الشواهد للخريجات وخريجين المركز في جوج ديال الشعب اللي هما الفوج الثاني ديال كهرباء شعبه كهرباء البناء، وفوج اول ديال شعبه الالكتروميكانيك الكهروميكانيك. وهذا الحفل ديال التخرج شهد الحضور ديال السيد الكاتب العام لعملة إقليم النواصر، وحضور السيدة رئيسة قسم العمل الاجتماعي، السيد الباشا، وممثلين القطاعات، الشركاء ديالنا من الشركات اللي تستقبلوا الشابات والشباب في إطار التدريب عبر التدرج، السيدة المديرة العامة ديال جمعية ساعة الفرح، ومدير الشريك التقنية ديالنا اللي هو المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية. وكان كذلك الحضور ديال أولياء الأمور ديال الوليدات ديالنا ديال الخريجين والخريجات ديال المركز. هذا الحفل ديال التخرج عرف من خلال الأنشطة ديالو شهادات لأولياء الأمور، الشركاء ديال الممثلين الشركات، المتخرجين اللي يقدروا يحصلوا على فرص ديال العمل او قرروا انهم يكملوا التكوين ديالهم باش يطوروا المهارات ديالهم. وكان بخصوص كلمه ديال السيده رئيسه قسم العمل الاجتماعي بعماله اقليم النواصر. الحفل عرف في اطار الانشطه الموازيه ليه كان هناك ايضا ورشه بتنظيم شراكة مع الهلال الأحمر المغربي اللي كانت تدور حول الإسعافات الأولية، واللي هي ورشة تنظموها دوريا جميع المجموعات اللي تكونوا عندنا باش يستافدوا من هذا الورشة هذو وينموا القدرات والمهارات ديالهم في هذا الميدان. وتنشكر من هذا المنبر الاطر ديال الهلال الاحمر المغربي للتواجد ديالهم معنا ولتلبيتهم للدعوه ديالنا في كل مره. وفي ختام الحفل تم تسليم الشواهد للخريجات والخريجين اللي كلهم امل ان شاء الله انهم يلقاو الفرص اللي تتلائمهم، وحنا غادي نكملوا المواكبه ديالنا معاهم حتى ان شاء الله يستمروا في طريق النجاح اللي بدا. السلام عليكم الاخوان، كما كتعرفوا حنا ستاجيره ديال الكتريسيتي باتيمو. المهم هاد الكتريسيتي باتيمو مزيانه، اللي باغي يدير الكتريسيتي راه مزيانه. المهم راه من هنا لقدام كتطور، الا بغيتي تخدم فيها من هنا لقدام كتطور، زعما ما بقاش في بلاصتها وداكشي اللي كاين. كم كنتمنى مسيره موفقه للجميع. اليوم حضرنا لواحد توزيع ديال الدبلومات في سونتر بوسكوره، وكنتمنى مسيره موفقه للجميع. تبارك الله عليكم، وكنشكروا جميع المسؤولين ديال الشعبه كديري الكتريسيتي دو باتيمون، وكنتمنى مسيره موفقه للجميع. تبارك الله عليكم. كتشبعت الدراسه ديالي شي السنكيه، ما توفقتش في الدراسه ديالي، صافي بان ليا هاد السونتر هذا قريب للدار، صافي جيت سولت فيه، عجبني داك عجبني كيفاش كيستقبلوا كيفاش الشعبه ديال الكتريسيتي باتيمون. قريت 3 شهور ديال الكواب، صافي من بعد دخلنا للالكتريسيتي، مشينا كنديروا ستاجات في باتيمون، صافي عجبنا داك الشيء وكملت فيه الحمد لله. دابا راه بخير خدام الحمد لله في هذا الشيء هذا، وكنتمنى من بعد كنتمنى الشباب ان شاء الله اللي ما توفقش في القرايه ديالو يدير شي حرفه ولا شي حاجه، ما يبقاش يدور في الزنقه. كما كتشوفوا هذو الابناء ديالي ملي سالوا الدراسه ديالهم انقطعوا عن الدراسه، جبتهم من هذه المؤسسه هذه الله يجزيهم بخير، راه استافدوا ان شاء الله استافدوا بهذا الدبلوم هذا ديال ليليكتريسيتي دو باتيمون. الحمد لله على هذه المؤسسه، راه كتنفع الناس والشباب بغيناهم ان شاء الله. كاع اللي ما سهلش عليه الله في القرايه ما يمشيش الهاويه، يدخل هذه المؤسسات بحال هكا، يدخل بحال هذه المؤسسات، راه فيهم الخير وفيهم البركه وفيهم المنفعه العامه ان شاء الله. راه وليداتنا بغيناهم ما داوش في القرايه يديوا لنا في شي ديبلوم شي تكوين شي حاجه. هاد المؤسسه الله يجزيهم ديال سعد الفرح، راه الله يجزيهم بخير، راه وليداتنا قراو راه استافدوا الحمد لله. هما دابا كما كتشوفوا واخدين الدبلومات ديالهم، نتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه. وهاد الناس هما كنعاودوا نشكرهم مليون الف مره على هاد الجهد اللي داروا مع وليداتنا، والله يجزيهم بخير.